وهو العلاقات المغربية الإسبانية من دائما كانت علاقات إلى بغيتي تقول مد وجزر، وكانت علاقات حضر فيها التعاون، لأن المغرب وإسبانيا دولتين جارتين، الجغرافية تحكم هذا التعاون، وكتجمعهم عناصر مهمة وعناصر أساسية وعناصر فيها المصلحة المشتركة، هي عنصر الهجرة، عنصر محاربة الإرهاب الدولي والإجرام الدولي وغيرها من عناصر هذا التعاون الاستراتيجي الذي يمتد إلى كل دول الاتحاد الأوروبي. لكن هناك عناصر تاريخية، التاريخ كذلك حاضر في المد والجزر. طبعا المغرب وإسبانيا عرفوا حروب، عرفوا مناوشات، عرفوا علاقات فيها خصومة وفيها هجومات متبادلة. يعني إذا مشينا غير القرن ما قبل الفارط، نجبروا على أن آخر ما حصل بشكل قوي كانت حرب تطوان في 1859، وبعدها كانت حروب متعددة إلى غاية مرحلة الحماية. فنحن أمام دولتين جارتين، علاقتهما علاقة معقدة، علاقة شائكة. لكن في المرحلة الأخيرة استطاع المغرب وإسبانيا أن يبنيان التطور في هذه العلاقات، لا على المستوى الاقتصادي، ما ننسوش اليوم على أن المغرب هو الشريك التجاري الأول، يعني وصل إلى مرتبة أن يكون الشريك التجاري الأول، يعني فاق إسبانيا، فاق فرنسا مع 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 إسبانيا. وكذلك هناك نمو هائل على مستوى تبادلات أخرى، تعاون اقتصادي. المغرب أحد الزبائن الأساسيين للكهرباء أو الطاقة الكهربائية من إسبانيا. فهذه العلاقة حكمها كما قلت سابقا المد والجزر. بالمقابل هناك الجزائر، الجزائر لها علاقات مع إسبانيا، لها مصالح مع إسبانيا، وكانت دائما تحاول أن تشوش على هذه العلاقات المغربية الإسبانية بنازع أساسي ورئيسي، أولا من أجل جلب إسبانيا إلى موقفها فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية، قضية الصحراء المغربية، وقضايا أخرى لها علاقة بالمنافسة في لعب دور أساسي في الإقليم. وانتهت هذه العلاقات دائما بانتصار التجاوب والتعاون بين المغرب وإسبانيا على التوتر، إلى أن وصلنا ما وصلنا له اليوم في هذا التوتر الأخير. السؤال الشق الثاني من السؤال ديالكم هو لماذا الآن هذا التوتر وصل إلى هذه الحدة، ربما في تقديري تفوق حدة التوتر الذي عرفه البلدين في أزمة جزيرة ليلى سنة 2002. السبب بسيط، أن المغرب في العقدين الأخيرين تطور بشكل كبير. المغرب الآن له سياسة خارجية ذكية ونشيطة جدا. المغرب راكم في العقدين الأخيرين نشاط دبلوماسي متميز، واخترق القارة الإفريقية بشكل كبير، وعاد إلى موقعه في منظمة الوحدة الإفريقية، واستطاع أن يبني علاقات قوية مع أمريكا اللاتينية، واستطاع أن يربح أصدقاء جدد. ودول كثيرة من أمريكا اللاتينية تراجعت عن اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وكذلك كان له نمو اقتصادي وبنية اقتصادية متطورة تتهيأ وتتأهب لتلعب دورا أساسيا في الإقليم. كان ولازال دولة محورية في المساهمة في البحث عن حلول في بؤر النزاع، لها تأثير إقليمي ودولي، منها مالي، منها تشاد، منها ليبيا وغيرها. هذه التوازنات أصبحت تفرض أن الشريك الأساسي اللي هو إسبانيا والاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع علاقته السابقة، وخصوصا فيما يتعلق بالأمن القومي للمغرب. ومن أهم عناصر الأمن القومي للمغرب هو الصحراء المغربية، التي اعترفت بها الدولة عظمى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. ويجب على إسبانيا والاتحاد الأوروبي
أن يراجعوا علاقتهم ما دام هناك أن ما دام هناك تعاون مشترك على مستوى الأمن على مستوى الإرهاب على مستوى الهجرة. لا يمكن أن نفصل موضوع الصحراء لأنه موضوع أمني بالنسبة للمغرب كذلك عن بقية السلة التي تجمع كل هذه القضايا. يعني كفى، انتهى وقت الانتقاء، أن تنتقي أيتها إسبانيا، التعامل أولا الند بالند، وأن تنتقي إسبانيا صديقتنا، صديقتنا المفضلة الأساسية الرئيسية، لكن لا يمكنك أن تنتقي. ما يعجبك من العناصر للتعاون وأن تلغي أو أن تكون مع الخصوم في عناصر أو في قضايا أخرى تهم أمننا، تهم مصالحنا المشتركة. وهذا ما فجر، ما فجر أعتقد يعني السياسة الخارجية الإسبانية أو الدبلوماسية. لم تستطع أن تفهم أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، لم تستطع، لم تستسغ هذا التحول، وبقيت كلاسيكية في التعاطي مع شريكها التقليدي الرئيسي والذي لا يمكن الاستغناء عنه. المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي لا استغناء لهم عن المغرب في 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 التعاون وفي علاقة تخدم البلدين. هذا شيء محسوم يعني لا نقاش فيه. من ناحية ديال تحليلك للجملة التي نطق بها وزير الخارجية قال لك المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، صحيح؟ شنو تقدر تقول لنا هذه الجملة وشنو اللي غيوصل بها المغرب الاتحاد الأوروبي وإسبانيا؟ مغرب اليوم هو ما شرحته سابقا. مغرب اليوم مغرب بكل ما نجتره من مشاكل ككل كباقي الدول، ومن إكراهات، ومن معاناة منها من ما مشاكل تفاقمت بفعل الكوفيد وبفعل الحجر وبفعل الفيروس اللعين. المغرب تطور على مستويات متعددة، أصبح فاعلا إقليميا متميزا ورئيسيا في الإقليم. المغرب أصبح له تأثير مباشر، المغرب أصبح من مستوى آخر ليس ذلك الذي بنت عليه العلاقات السابقة والاتفاقيات السابقة والتوافقات السابقة. فمن هذه العناصر، ومن هذه العناصر الرئيسية موضوع الصحراء، موضوع الصحراء الذي استطاع المغرب أن يجني اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول التي فتحت قنصلياتها في الداخل وفي العيون. فلا يمكن لإسبانيا أن تستمر في هذه العلاقة فيما يتعلق بموضوع الصحراء تدعم بشكل فج الخصوم. وفي مواضيع أخرى نتحدث عن الأمن المشترك، لا يمكن أن نبني أمن مشترك لا يجمع كل التراب الإسباني. تخيل أن نبني أمنا مشتركا، أن ينتقي المغرب علاقته في الأمن المشترك على جزء من التراب الإسباني دون جزء آخر، فقط لأن هناك مجموعة من الانفصاليين يدعون الانفصال أو يطالبون بالانفصال كما هو الحال في كاتالونيا أو في إقليم الباسك. المغرب لم يطالب بهذا، بل تعامل بمسؤولية وبرزانة وبتعقل فيما يتعلق بالأمن القومي لدولتين صديقتين، وهذا هو أبسط وأضعف الإيمان، هذا ما يطالب به المغرب. ربما للمغرب أخطاء في التعامل فيما يتعلق بالدبلوماسية الخارجية، لكن فيما يخص هذا الموضوع أعتقد أن انفجار هذا النزاع كان للدبلوماسية الإسبانية التي تخلفت عن موعدها في التاريخ، التي لم تستطع أن تقوم بتحيين تدبيرها، تحيين تدبير شيء طبيعي، كل الدبلوماسيات وكل السياسات تحين تدبيرها باستمرار. إسبانيا أعتقد مع هذه الوزيرة التقنقراطية كانت أضعف بكثير وأقل أداء، بالإضافة إلى الخطأ الفادح في استقبال زعيم البوليزاريو ورئيس الجمهورية الوهمية.
بشكل سري بشكل يتنافى مع علاقة الشراكة والتعاون بين دولتين ومحاولة إخفائه. وبالإضافة لكون أنه هذا الرئيس الوهمي لهذه الجمهورية الوهمية متابع قضائيا في قضايا خطيرة جدا لها علاقة بجرائم الاغتصاب، التعذيب، الاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية. فليس بالبسيط أن تتعامل إسبانيا بهذا الاستخفاف. هناك نوعا ما كان هناك نوعا من الاستخفاف ربما له علاقة كذلك في المشاكل الداخلية ومشاكل الحكومة الائتلافية الإسبانية. وأملي أن تعي إسبانيا بهذا بهذه الأخطاء، أن تعي بهذه الأخطاء وأن تسترجع علاقات هي أهم بكثير وأكثر إيجابية من علاقاتها الحالية أو من مناوشاتها وتنسيقها الحالي على ما أعتقد مع الجارة الجزائرية التي كذلك نريد أن تصل إلى نتائج إيجابية في كون مصلحتها ومصلحتنا، مصلحة الشعبين، مصلحة المغرب العربي في التعاون بيننا وليس في الحرب والنزاع والصراع المستمر.